السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا عندنا سؤال من أحد الإخوة المتابعين، نسمع السؤال ونعطوه الجواب إن شاء الله. عسلامة عم مختار، أنا اللي بعثت مساج قلت لي صور لي صوت الموتور سخون وبارد. عندي كليو 2 من عام 2002، بدأت الموتور عام 2019. كنت في تونس ما كانش باين المشكلة هذية بوسك الدنيا مستوية. عندي عام اللي نقلت روحت البلاد سعادي شوية، نحس صوت كيفاش موتوري لكلك صوت تاع سلسلة، نعرفش كيفاش نفسرهولك. كي نجي ننزل على الاكسيلاتور ولا كي من بعد دودان ومن بعد نكسيليري، كي يبدا رجيم طايح ومن بعد نكسيليري، نحس في صوت الموتور غاسس، الرجيم راكح. راك تشوف بدلت البومبيسونس، بدلت فيلتراير، لي كابتور عملت لهم ديجنوستيك الكل، عندي جوست عندي الصوند اللي من بعد الكوليكتور نظفتها ورجعتها، رجعت الكورب عاديه وباقي مخنوق الموتور. ما فهمتش شنيا كابتور نتاع الواحد كليكيتين زاد بدلته، ما فهمتش. كي تبدا الدنيا بارده ما مش موجود المشكله هذيا. كي نخرج بيه من البلاد نشد التوروت ولا نشد بقعه مسايبه يتنحى الحس من الاول شويه، من الاول بالكل شويه، ومن بعد كي ننزل هكا يتنحى وترجع الكهرباء لباس. حتى كي نعاود ندخل بيه في وسط البلاد لباس، تزيد يمات شويه يمات يعاود يرجع الحس. مش نسمعك قبل ما نسمعك باش نوريك كعبه البوجي. هيا ما نعرفش اسكو احتراق عندي غالط ولا ما نعرفش كيفاش. توا باش نسمعك صوت الموتور. هاو موتور سخون توا. عندي خنقة في الموتور، دوبا ننزل على الاكسيلاتور في ساعة، عرس بينا في الفيديو ولا لا. هيا لي شابمو مرات نحسو يتفتف شوية بركة، ما نعرفش. هاو الصوت. إن شاء الله يكون صوت واضح، وإن شاء الله نزيدك فيديو آخر كيفاش الموتور يبدأ بارد غير نخدمها. ويرحم وديك مع راي ما لقيتلهاش حل بالآخر، هزيتها الميكانيسيانيات هزيتها قالوا لي راهو عادي الكليك هذاك عادي، كل جماعة الرونو كلها كيكة وماهيش عادية، خاف يزيد الموتور يتكسر لي. بدلت الرومب نتاع الكولبيتور، كل ما نعمل ريكلاج الكولبيتور تشدني جاي ميت ومن بعد يرجع الحس، بدلتها كامل الرومب كيف كيف، ما نعرفش شنيا بالضبط مشكلة. يرحم والديك. نفس الصوت، هو سخون وهو بارد تاع الخنقة اللي حكيت لك عليها، مخنوق الموتور ما عادش منيح. اسمع و
ويرحم والديك عمي. شاب مو الكهرباء سخونة، مش خلينا هنا نمشي نكسي ليل. إن شاء الله يكون الصوت واضح. هو عنده المشكلة اللي الموتور يعني يحس فيه كأنه عامل صوت، بينما هو يخدم يعني طبيعي ما فيش حد شيء، هو واقف وهو بيدو نفسه يعني يجاوب على أغلبية المشكلة في المحرك، جاوب عليه هو في كلامه، يقول لك أنا يعني كي نمشي نخرج لبرا ما نحسش بيه، كي نمشي بزاي نحسش بيه، هو بارد ما نحسش بيه، كان كي نخرج نقول احنا دي مارش امريكان او نبدل او من دودان مش عاود نخرج يعني من في طريق سريع ولا حاجة في يعني في القفزة الاولى، في القفزة الاولى يحس كما نقول احنا نسموها الزغريطة، تعمل زغريطة هيك كأنه ريلاش سباب، كأنه يعني تعديل تكهات، لكن هو لا، هو نتيجة يعني وجود غاز متكون من البنزينة فوق البيستون، هذا يرجع لنوع البنزينة اللي يصب فيها، ممكن يصب في البنزينة متاع الشارع هي، مش متاع محط البنزينة، مش متاع الكيوسك، ممكن يصب في البنزينة برا، فتعمل الصوت هذا صوت راهو بنزينة اللي هي النوعية متاعها مش جيدة، فيحاول إذا كان هو يصب من محطة واحدة أو من اللي موجودين يبيعوا في الشوارع بالجالونات هذوما، إذا كان يحب الصوت ما عادش يرجع له ويبعد على الأماكن هذه، أما هو الصوت راه ما يعمل حتى شيء، ما عنده حتى مشكلة يعني، موجود في أغلبية السيارات يعني، نعرف أنا الصوت هذا نعرفه مليح لأن استعملت قبل يعني البنزينة بتاع اللي بيقف فيها في الشارع، ونعرف الصوت هذا لنتيجة نوعية البنزينة، ما عندهش علاقة بالمحرك بتاتا، وما يخوفش إذا كانك أنت شمعاتك أصلية والصوند لامدا نبس عليها يعني ما تخافش منه، ما عنده حتى علاقة بالموضوع بتاع المحرك، هو من نوعية البنزينة الموجودة لا أكثر ولا أقل. بوبين المحرك كليو بومبي، بوبين محرك كليو بومبي، هذه بوبين تاع كليو البومبي، هذا الواحد وهذا اثنين وهذا ثلاثة، هذا الأربعة وهذا ثلاثة، عندنا واحد أربعة ثلاثة اثنين، هذه البوبين متاع كليو بومبي متاع المحرك متاع الكليو متاع رينو، حساس الهواء متاع كليو بومبي كابتر دير، حساس الهواء متاع كليو بومبي، كور بابيون متاع كليو بومبي اللي هي الفراشة متاع كليو بومبي اللي هي كليو اثنين ماذا سموه، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.